في أول الحلقة إن التعامل مع المصريين في الخارج ده موضوع مهم جدا، سواء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا كمان. الضيفة معانا النهاردة الدكتورة آيات حسين الحداد، أستاذ القانون الجنائي والحاصلة على الدكتوراه في الحقوق الجنائية للمصريين في الخارج. اتكلم معاها في الموضوع ده وإزاي نستفيد من المصريين في الخارج وإزاي هم كمان يستفيدوا من بلدهم. صباح الخير. صباح الخير. الأول حاجة، يعني أستاذ القانون الجنائي والحاصلة على الدكتوراه في الحقوق الجنائية، الحقوق دي 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 مهمة جدا. المصري لما بيسافر بره وبيعيش بره كتير جدا ما بيبقاش عارف حقوقه، ما بيبقاش عارف ايه المفروض يعمله لو اتعرض لأي موقف، يروح لمين، يلجأ لمين، حقوقه ايه، وممكن في حالات كتير بيفقد حقوقه أو حقه ما بيجيلوش لأنه مش عارف يطلبه ازاي. ايه هي أهم النقاط اللي حضرتك شفتيها في دراستك في الموضوع والبحث اللي بتعمليه عن موضوع المصريين ازاي ياخدوا حقوقهم في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية زي ما حضرتك قلت ان المصري وهو مسافر الخارج ليه حقوق. طبعا الفئة اللي بتسافر الى خارج مصر معظمهم مش متعلمين والبعض متعلمين، يعني في فئات متفاوتة، مش كله رايح عارف حقوق ايه، الدولة اللي رايح لها نظامها ايه، الاسلوب الحياة المعيشي هناك، القوانين الدولة اللي مسافر ليها معظمهم مش عارف القوانين ما له ما عليه، بمعنى اصح الحقوق والالتزامات. فدي بتبقى دور القنصليات والسفارات المصرية داخل مصر قبل السفر، بتبقى دور وقائي بتوعي المسافر ايه الحقوق اللي ليك وايه اللي عليك والالتزامات اللي بتقوم بيها وايه المخاطر اللي ممكن تقابلها هناك. ده بالنسبة لحضرتك ذكرته الحقوق اللي ممكن يعرفها هناك. في دور للسفارات طبعا والقنصليات خارج مصر، المصري بعد سفره الى الخارج دور ان هي تكون حامي ليه و يعني تكون ملاذ له والدفاع عنه في الخارج، يعني هي الحامي للمصري في الخارج، وقع في اي مأزق هي اللي بيلجأ ليها. لان دور القنصليات والسفارات في الخارج مش بس دور دبلوماسي اقامه علاقات وديه ما بين الدول، لا، انا بوجهه نظري والمفروض ان هي الدور الاساسي حمايه المصريين ومراعاتهم وكفاله حقوقهم والتزاماتهم وتوعيتهم. طيب هنقف عند الحته دي، في وجهه نظر خاصه بالخارجيه ووجهه نظر خاصه بالمواطنين. في مواطنين كتير بيشتكوا خاصة في الدول اللي بيبقى فيها جالية كبيرة جدا ان مفيش العناصر الكافية ان هي تقدر تراعي حقوقهم وتتابعهم، او حتى ممكن ما يبقاش عندهم الحماية اللي هم طالبينها. وفي السفارات والمسؤولين بيقولوا ان كتير جدا من اللي بيسافروا اصلا ما بيبلغوش السفارة بمكانهم بازاي يقدروا يوصلوا لهم لو حصل موقف، وبالتالي ما بيبقوش عندهم علم بالوجود المصري ده هناك او اي مشاكل بتقابله. انا من خلال استبياني في مراحل الدكتوراه فقمت باجراء استبيان من خلال المصريين سواء في الدول العربيه او الاوروبيه، لقيت ان مصر القنصليه بتقول سبب ان هي تقصرها في حمايه المصريين في الخارج ان بعض المصريين مش بيقوموا بالتسجيل في القنصليات، والمصريين في اعتقادهم في اللي هارب من التجنيد ف عشان يقعش في مخاطر التجنيد ويدخل في مشاكل تاني مش بيرضى يسجل اسمه في القنصلية. يعني احد المصريين من خلال استبياني معاه قلت له طب ما يعني سجل في القنصلية، قال في تجنيد وكده واحنا خايفين من القنصليات. كلمة انت خايف من القنصلية المفروض هي اللي هتحميك، انت خايف منها. فدي يعني نقطة انا برضو يعني مش مع القنصلية قوي فيها، وبرضو بلوم المصريين يعني انتوا المفروض تسجلوا اسمكم. بس في مثلا ممكن يعملوا قاعدة استبيان المصريين في الخارج بتقوم بيها وزارة القوى العاملة، بما ان في انشاء وزارة رعاية المصريين في الخارج انشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنة دي، يعني ممكن هي اللي بتقوم بعمل حصر اعداد المصريين في الخارج. ده هيسهل على القنصليه ان هي تتابع المصريين، وهيسهل برضو ان احنا نقدر نتابع ونمد حمايه المصريين في الخارج. ده بالنسبه لموقف التسجيل. سؤال حضرتك لا التاني بقى، ان الاعداد مش كافيه في بعض القنصليات خاصه في البلاد اللي فيها جاليه كبيره، ان اعداد الموظفين او اللي بيتعاملوا في القنصليه عدد قليل ما يقدرش يسمح بان هم يحلوا مشاكل مثلا جاليه في السعوديه، جاليه في الكويت عددها كبير. لا انا يعني مش حكايه العدد، هو لو موظف واحد وقام بعمله المفترض يقوم به، لو واحد بس هيقدر يعمل اللي بيريده مصريين في خارج من حمايه ومن رعايه.
ايه دور الموظف، ان مثلا في حاله الموظف سوري المصري وقع في اي مشكله، في خط ساخن ما بينه وبين القنصليه بيتصل بيهم، معظمهم بيقول ما فيش رد اساسا من القنصليات في الخارج. الموظف طب عدي علينا بكره، ده الكلام اللي اتقال لي من المصريين في الخارج، طب عدي علينا بكره، ما فيش كير او عنايه بالمصريين في الخارج. ده بالنسبه للقنصليات والسفارات، ده برضو من واقع المصريين باستبيان يعني. برضو تحدثت مع بعض السفراء والقنصليات برضو مؤيدين، بيقولوا ضغط ومشاكل، وفي مشاكل لا حصر لها. احنا مش هنفضل نتكلم في مشاكل كتير. انا من الناس اللي احب، لا احنا عايزين نشوف حقوق فعاله، مش هنفضل نقول لا اللوم على المصريين اللوم على القنصليات. احنا مش ضد، مش عايزين نعمل مهاجمه، كل اسلوبنا مهاجمه، لا نشوف حلول. منهم مثلا في ندب قنصليين قناصل فخريين من البعثه تكون مهمتهم رعايه المصريين، بعثه تقصي الحقائق بصفة دورية بتشوف أحوال المصريين في الخارج. في كتير مثلا رابطات الجاليات المصرية في الخارج، في أسلوب كتير، بس هل عملهم المفترض يعملوه مش في الواقع مش نفس العمل اللي احنا عايزينه لحق حماية يعني. مثلا في كتير جمعيات كتير قوي في المصريين في الخارج، رئيس الجالية المصرية في السعودية وفي أوروبا وكل دولة تقريبا، طب ايه دوركم؟ المفروض يبقى القنصلية على تواصل معهم، ايه المشاكل اللي بتقابلكم، في شكاوي، في خط ساخن ما بينكم، بحال بيتم الرد على الشكاوي يعني. مثلا موقع الكتروني مفروض يبقى مش مجرد موقع بندخل نتصفح ايه الجديد، لا مفروض يبقى شامل ليا وانا في خارج مصر، افتح الموقع القوانين كلها تبقى موجوده، الحقوق اللي عليا، الالتزامات، في حاله الشكاوي ابعت مثلا مسج في كذا، او الاتصال او الاقرب قنصليه مكانها كذا، بس بيبقى محل جديه، مش مجرد انا اكتب وما يتمش الرد، اذا احنا ما عملناش اي حاجه. ففي حلول ممكن تتعمل وسهله جدا وبسيطه جدا ومش محتاجه تكلفه كماديا، هي محتاجه تكنيك ومحتاجه خبره ودرايه يعني. يكون في محامي تبع القنصليه هناك، مندوب قائم على رعايه المصريين في الخارج. بالمناسبه انا سعدت جدا بانشاء رعايه المصريين في الخارج، انا نفسي الوزاره دي تغنيني عن وزاره الخارجيه وتغنيني عن وزاره القوى العامله. احنا انشانا وزاره اذا دي اللي هي الحامي للمصريين في الخارج ولا تختص بشيء غيره يعني. خلي الدبلوماسيه واقامه العلاقات الوديه ما بين الدول مهمه وزاره الخارجيه، ده المفروض يعني. وزاره الخارجيه بما ان حتى احنا في الوقت الحالي في كتير توتر ما بين الدول، في دبلوماسيه، محتاجين دبلوماسيه اكتر، فدي دور وزاره الخارجيه تقوم بها. المصريين في الخارج تقوم بها وزاره رعايه المصريين في الخارج فقط، دي من وجهه نظري. المسائل الكبرى اللي بتختص دوله بدوله تقوم بها وزاره الخارجيه. يعني يبقى في مثلا في السفاره او في القنصليه مندوبين، ولكن من وزاره الهجره ورعايه المصريين في الخارج ان هم يقوموا بقى بدور الدبلوماسيين اللي كان المفروض. لا انا اقصد وزاره رعايه المصريين في الخارج تبدا تنشا افكار، تعين يعني محامي لها، هي اللي مختصه بالمصريين في الخارج من اول من ايه وزاد زي ما بيقولوا. وزاره الخارجيه المفروض احنا نخفف العبء عليها والحمل من احنا البند الخاص بمصريين في الخارج تختص بيه وزاره رعايه المصريين في الخارج، والا يعني مش العبره بانشاء وزاره وخلاص، لا هي اللي تختص، ومنها ان احنا بنخفف العبء من على وزاره الخارجيه بتقوم بالمهام الكبرى ما بين الدول، هي الدبلوماسيه، اقامه علاقات وديه، ترابط اقتصادي اجتماعي ايا كان. وزاره رعايه المصريين في الخارج تختص بمصريين فقط، اي مشكله تقابل مصريين وزاره رعايه المصريين في الخارج يعني. لما يحدث شفنا الوزيره سافرت حتى لكذا دوله لما كان بيحصل فيها مشاكل بالزبط. مع المصريين هناك بالزبط. اخرها السودان مثلا، راحت بنفسها عشان تحل مشكله بالزبط. الطلبه مشكله اختطاف المصريين والطلبه اللي هم في السودان وكذا حاله يعني. بس طبعا هي مش هتقدر تسافر بقى كل مره لما يحصل مشكله المصري بره هتسافر له بنفسها، اكيد مهم تسافر طبعا، بس لازم يبقى في منظومه زي ما بتقولي بالزبط. ويبقى في حد متواجد دايما مناصب. للمشاكل اليوميه استحداث مناصب جديده يعني، مثلا تعيين مثلا موظف قانوني على درايه بالقانون، يجيد لغه البلد اللي هو قاعد فيها، في تعيين مندوب حتى في كل سفاره حول العالم مهمته ان هو رعايه المصريين، تقديم لهم الحقوق والالتزامات يعني هم يلجأوا ليه،
ده بيبقى موجود في كل سفاره حول العالم، بيكون على درايه باللغه بتاع اللي هو الموجود بيها بلد. مثلا موجود في ايطاليا يبقى على درايه باللغه الايطاليه. في كل بلد بيبقى في مندوب تبع وزاره رعايه المصريين في الخارج، مهمته ان هو يتلقى الشكاوي، يقف بجانب المصريين، يقوم بالتحرك، ويبقى على اتصال مع وزاره رعايه المصريين في الخارج اللي هي بمصر. في مثلا ايطاليا بتستحدث طرق التقاضي، وفرنسا نفس الحكايه. يعني كل دوله بتستحدث مناصب جديده، يعني عاملين قاضي محقق جنائي منتدب. ايطاليا محقق جنائي بفرنسا، مختص بالجاليه الايطاليه بفرنسا، اي مشكله يتقابل هو اللي بيقف معاهم بيتصدى ليهم. امريكا مثلا عامله مندوب في كل مطار، لو اي مشكله قابلت اي امريكاني بتقف هي تتصدى ليه وتكون بحل المشاكل اللي قابلته في خلال المطار. زي ما حضرتك عارف مثلا مشاكل المطار تفتيش مما خلاله، يعني هي بتتصدى ليه. انا عايز مندوب تبع وزاره او سوري بعثة دبلوماسيه بيجي المشكله بيحلها بطريقه وديه وخلاص. احنا مش بنطلب ان احنا بطريقه قطع دبلوماسيه. اصل الناس كلها تفتكر لما بنتكلم عن حمايه المصريين لا ده قطع علاقات دبلوماسيه. لا بالعكس، يعني احنا مش عايزين كل اسلوب مهاجمه. انا ولا بهاجم القنصليات ولا بهاجم المصريين، ده ليه حقوق والتزامات وده عليه حقوق والتزامات وواجبات. تقصير من هنا هيؤدي الى تقصير من هنا. انت مش هتسجل في القنصليه، بالتالي القنصليه هتقول اسمك مش مسجل عندنا. انت مش هتراعي التزامات الدوله اللي انت فيها، اكيد القنصليه مش هتتستر بما معناه على مجرم. لكن التزمت بقوانين البلد وقمت بحقوق ومراعي الالتزامات، هتلاقي القنصليه بتحميك اولا عن اخر. انا حصل معايا موقف في احدى الدول الشقيقه العربيه، موقف بسيط جدا. كنت في فندق وحصل زي يعني سوء تفاهم ما بين احد العاملين بالفندق، ما اتكلمتش خالص عشان يبقى الحق عليا معايا. طلبت المسؤول عن الفندق وحكيت له حصل كذا كذا كذا، انا عايز لو سمحت اتخاذ اجراء لازم حالا دلوقتي بكل هدوء. قال لي بصراحه انت يعني حد غيرك كان صعد موضوع كان عمل مشكله، لا انا خليت عشان الحق يبقى معايا. واعتذار رسمي. قلت له انا عايزه اجراء قانوني باللي حصل، لان انا مصريه وما تعملش كده. قلتها بنفس الطريقه، انا مصريه ما تعملش كده. قال لي طبعا المصريين فوق راسنا واحنا ما نرضاش بكده، واتقدم لي اعتذار ويعني رجعوا لي حقي بمعنى اصح. بكل هدوء، مش كل مشاكل بتتحقق ان انا ازعق وان انا اعمل، لا انا كده يبقى الحق معايا، دولتي مش هتقدر تدافع عني، انا نفسي مش هقدر ادافع عني. وبكل هدوء جالي حقي واعتذار واترفعت كرامتي كمصري. انا كل الموضوع ان انا عايزه اوصل له ان المصري يبقى مرفوع راسه في الداخل وفي الخارج، الدوله مصريه. يعني اي مشكله بتحصل مع مصري مش بيبقى يعني انا مثلا حاسه مشكله مش مع ايات، اللي بيخرج بيقول مصريه فبنسب لمصر. انا لما بروح مصر بشرفها بيقولوا مصريه دي مصر، ما بيقولوش فلانه انا قابلت واحده مصريه. فاي فعل ايجابي هنعمله هيعود لمصر، اي فعل سلبي هيرجع برضو بالسلب على مصر. طيب عايز انتقل لجزئيه خاصه بعلاقه المصريين بالخارج ببلدهم، وازاي نقدر نوطد العلاقه دي. اتعمل وزاره وزي ما اتكلمنا، ونواب في مجلس الشعب تم اختيارهم من قبل اول مره من قبل المصريين في الخارج. يعني دي محاولات للعمل نوع من التواصل ما بيننا، ولكن افتكر ان في اكتر محتاجين نعمله، خاصه أكيد. من الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه. وشفنا ازاي ان في ناس تانية بتستغل المصريين في الخارج لضرب الاقتصاد المصري، من تحويل الدولارات الى مصر او تحويل العائد والتلاعب في الدولار علشان يمنعوا وصول الدخل المصريين الى بلدهم. ازاي نقدر نتعامل مع الحاجات دي؟ الفكره ان المصريين بدون مبالغه كنز مصر لم تستفد منه حتى الان. ممكن يكونوا الدول الاوروبيه استفادت منهم والدول العربيه، واحنا ما استفدناش من المصريين اولاد بلدنا بمعنى اصح. عندهم مشروعات كتير جدا اقتصاديه تعود بالخير على مصر، ومش عايزين مقابل من مصر، هم عايزين بس المشروع يتنفذ والتسهيلات من وزارات اللي تسهل لهم تنفيذ المشروع على ارض مصر. محمد علي لما اراد بناء مصر اول حاجه عملها ارسال بعثات الى الخارج لسلة التعليم لتطور التعليم في مصر. طب احنا عندنا اوريدي مصريين في الخارج، ليه ما نستفادش منهم في الاشراف على التعليم؟ احنا عندنا التعليم شبه سيء. سيء جدا. انا بحب ابقى شبه صغيره. سيء جدا، ما تزعلش، سيء جدا جدا كمان.
احنا عايزين نطور التعليم عايزين الطالب يفكر، عايزين يعني نفور التعليم مش نطور التعليم، نفور التعليم يعني خلينا حيادين، يعني عايزين اهم حاجة عندنا ان الطالب يخرج فاهم واعي، مش مهم عندنا بالكم، احنا عندنا اهم حاجة الكميات، كمية كبيرة عندنا، سوري يعني بنمسك دماغ الطالب ونحشيه اسئله بنعقده بمعنى صح، بيخرج الطالب انت فاكر حاجه من ثانويه عامه؟ لا. فاكر حاجه انت اخذتها؟ لو طلع من الامتحان مش فاكره واذاكر ايه؟ لا، نتعود انا اذاكر احفظ اكتب. بره مصر احنا عايزين مخك، في امريكا مثلا عندهم ان انت شايف نفسك ان انا في اعدادي بس انا حاسس ان انا مخي اكبر من اعدادي، ممكن تكمل للمرحله الثانويه وتمتحن وتطلع ثانوي، عشان كده في ناس بتحصل على الدكتوراه وهي عندها 12 سنه 11 سنه. احنا عندنا نظام بنعقد الطالب، بندهوره حالته. انا مثلا لما بدرس للطلبه في الكليه بحاول اخرجهم من النطاق ده، عايزه يفهموا، بلاقي تركيزهم الامتحان ايه، طب ايه المهم، لا انا مش عايزاكم كده، انا عايزاكم تبقوا فاهمين، مش كل قلقكم الامتحان والمذاكره. دي هيقوم بيها مصريين في خارج الاشراف على التعليم، المناهج عايزين نغيرها، اضافه مواد. عندنا دلوقتي الاخلاق بعد الثوره برضو اتاثرت شويه يعني، فعايزين ماده دراسه ماده الاخلاق. احنا للاسف احنا بنمحي الطالب، بنشيل المواد زي التربيه الوطنيه، احنا عايزين نزرع الوطنيه في بعض الشباب، عايزين نعرفهم قيمه مصر. اسرائيل حضرتك دلوقتي لو شفت نظام التعليم عندها، بتربي الطالب عندهم، بس هي مفيش دوله اصلا، بس عايزه تعمل كيان، تخلق جيل واعي فاهم عارف بيعمل ايه، وطني لدولته، معتز بدولته كاسرائيل علميا وطنيا. احنا عندنا لا، احنا المفروض نزود ماده زي ماده الاخلاق دي اهم. في بعض المشاكل مش بتتحل بالقوانين، بتتحل بالاخلاق، زي حقوق المراه، حقوق الطفل، انت بتربي جيل. انا لو سالت حضرتك دلوقتي في حاجات من وانت صغير راكزه في مخك، لا دي من زمان مثلا اتقال لي كذا يعني كذا، دي اللي بتبقى اساس الطالب. انت بتربي جيل على قواعد، ربيه على التربيه الوطنيه، يعني يحب بلده وتاريخ بلده، عشان ما يجيش في المستقبل حد يجي يقول له التاريخ ده، الخريطه دي، البلد دي مش تبعكم، دي تبعكم، لا انا فاهم، انا عارف دي ايه، لا انا دارس من وانا صغير، انا بحب مصر. مش اي حد يقدر يزرع يخرج الوطنيه منك، الهويه الوطنيه دي مهمه جدا. فدي لازم نستفيد بقى بالمصريين في الخارج اللي عندهم خبره، لا المصريين في الخارج نستفيد منهم، تغيير منظومه التعليم بقى كلها، ان تعتمد على الفهم، على الوعي، مش حفظ بس. فدي المصريين مهم جدا يشرفوا على التعليم، يشرفوا على المشروعات اقتصاديه زراعيه، على التجاره، على الصناعه، نستفيد منهم. عندنا نماذج لا حصر لها، يعني لو قلت اسامي غير اللي احنا عارفينهم، دكتور مجدي يعقوب والعالم احمد زويل، بره استفادوا منه، احنا مش قادرين نستفيد منه، احنا بنضيق عليه. احنا بيجي هنا نقول له لا الارض دي على فكره ان انت واخدها دي مش من حقك ان انت تاخدها، لا احنا بندمرهم. فكل ده الخير والايجاب هيعود على مصر قبل ما يعود عليك انت كمصري، لا هيعود على مصر كلها. فدي الدوله تساهم فيها ان هي تكون مصريين في الخارج بالاشراف على كل النواحي، سواء تعليم، واهم حاجه التعليم، يعني اساس اي دوله التعليم، بتغيير منظوم، اضافه مناهج، تعديل مناهج، فده مهم جدا، مهم مش كلام، انا يعني فعل، يعني أيوة مش مجرد كلام، فعل. اه كلام اتكلمنا كتير في الموضوعات دي، بالظبط، محتاجين فعلا يحصل تحرك، تشجيع الشباب، يعني ده بيشجع برضو الشباب. يعني انا عايزه اقول لفته يعني اتاخرت في ان انا اقولها، يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئني في اثناء ندوه كنت عاملاها في اسكندريه، مكتبه اسكندريه، كان مشاركني فيها كل مستشار عادل حسين واللواء احمد جاد منصور ومستشار فتحي المصري. ففوجئت مندوب من الرئاسه بيقول لي ان حضرتك الدكتوره ايات الحداد، قال لي سياده الرئيس بيقول لك الف مبروك وبعت لك الورد ده وطلع لي الكارت بتاعه وبيقول لك الف مبروك. حركه صغيره زي دي، يعني انا عايزه اقول مش صغيره، لا كبيره جدا، خلقت ايجابيه مش انا بس، مش ليا انا بس، للشباب كلهم، ان الرئيس متابع. الرئيس زي ما قال ان عام 2016 عام الشباب، اوفى بالكلام والفعل مش بس كلام. انا عن نفسي قلت مش هتنازل عن دوري اتجاه بلدي، ان مهما قابلت كل ما اتذكر ان الرئيس شجعني، لا انا هكون محل الثقه للرئيس شافني فيها. خلق ايجابيات لكل الشباب ان هم حسوا ان الورده جالهم كلهم مش ليا انا بس. ففي حاجات ساعات عامل نفسي محتاجه الشعب، احنا الشعب في الوقت الحالي
محتاج عامل نفسي زي ما قال سيادة الرئيس، محتاج من يحنوا علي. معظم مشاكلنا نفسية، ان محتاج الشعب يحس ان في وطن معاه. مصريين في الخارج لما قعدت معاهم حاسين ان احنا وطن مش مهتم بينا، مصر مش مديانا ظهرها. ليه مش حاسين العامل النفسي بعد؟ دولة الامارات بتهتم جدا بالعامل النفسي، واكبر دليل وزارة السعادة. اختارت وزارة السعادة. طبعا حضرتك هتقول وزارة السعادة دي ايه الوزارة، سوري يعني التافهة دي؟ لا، هي مش تافهة اطلاقا. انا دخلت وعملت سيرش على وزارة السعادة، لقيت المهام بتاعتها مهام وزارة مثلا ممكن تكون كبرى عندنا في مصر مثل وزارة التخطيط، بس هو لعب على العامل النفسي. وزارة السعادة هو خلق السعادة لكل الاماراتيين والمصريين، ليه ما بقاش عندنا وزارة السعادة في مصر؟ هو لعب على الوطن النفسي، إيحاء ان وزارة السعادة انا كده اسعدت الشعب الاماراتي. لسه المهام بتاعتها مهام كبرى جدا، مهام فعلا هتتحقق بالعامل النفسي. تعالى مثلا حضرتك لو عملنا حاجة في مصر هنا بتلعب على الوطن النفسي، هتلاقي الشعب كله لو قلت له كلمة إيجابية تاني يوم هينزل يشتغل، تاني يوم هيجي يعمل، هو عايز عامل نفسي. فأنا شايفة من وجهة نظري إن الوقت الحالي العامل النفسي مهم جدا، إن معظم الشباب والناس كلها حصل لهم زي توتر نفسي، في قلق طبعا في المستقبل بالظبط، حاسس بالضياع، وفي اللي حاسس إن الدولة مش مدياني ظهرها. لا بالعكس، يعني سيادة الرئيس كتر خيره بيعمل كل اللي عليه، احنا محتاجين احنا اللي نساعده، مش مستنيين ان في يوم وليله يحصل تطور او انت كشخصك. لا، انت اعمل اللي عليك اتجاه بلدك، قدم بالفكره اكيد هتنجح في يوم من الايام. فهي كلها عامل نفسي المتوقف عليه سواء مصريين في الداخل او في الخارج. مهم جدا العامل النفسي ده، لان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا ومحتاجه شويه صبر وايمان ان فعلا احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وهم يعني الشعب محتاج يحس بده. في عوامل اخرى بتحاول تزقه ناحيه ثانيه سواء اعلاميا سواء سياسيا، ارهاب، فبيحاول ان هو يبعد المصريين عن الطريق اللي هم ماشيين فيه بالظبط، ويحسسهم ان الطريق ده غلط يعني بالظبط. فدي مهمه جدا ان يبقى في محاربه للفكر ده بفكر اقوى منه، باسلوب زي ما تقولي نفسي مهم. يعني مثلا الدوله لو استدعت بعض المصريين في الخارج اللي مشتهروا بالعلم في الخارج في كل مجالات، طب، هندسه، في كل مجالات، هيبعث فيهم روح الامل ان الدوله معانا، الدوله بتحمينا. كل ناقصهم ان عايزين يحسوا ان الدوله راعي لينا، حامي لينا فعلا، مش بالكلام لا بالفعل. حضرتك اكيد تتذكر موقف المصريين اللي تم القصاص على يد داعش، عاد بالفرحه على كل المصريين. فهي بتبقى عامل نفسي، احنا عايزين بس الدوله نحس ان هي معانا بتحمينا. معظم الدول الاوروبيه كل لعبها على العامل النفسي، ممكن تكون بتمارس انتهاكات حقوق الانسان على اعلى مستوى، بس في الظاهر والعامل النفسي ممكن كلمتين فعل يعمله الرئيس. والحمد لله سياده الرئيس برضو بيقوم بالعامل النفسي جامد يعني جدا زي ما بيقولوا. لوحده للاسف. لا يعني لوحده بيقوم بالدور ده. هو للاسف يعني هو بيلعب دور ابن البلد، بيلعب دور الاب، بيلعب دور الاخ، بيلعب جميع الادوار. وده كويس، لان الشعب محتاج يحس ان في تغيير. احنا مش دوله ان احنا بنخاف ان احنا نكلم ده او بنعمل ده، لا احنا كلنا يعني دي بلدنا كلنا، مش بدوله واحد او الاثنين، لا كلنا. فكل الدول الاوروبيه لو حضرتك تبعتها بتلعب على العامل النفسي. برضو تتذكر حضرتك اردوغان لما جه هنا في مصر قال كلمتين للشباب كله، وبعديها نزل صوره اردوغان على الفيس، الله ده هو ده اردوغان، هو ده اللي بيشجع الشباب، هو ده كله بيلعب على العامل النفسي. وهو فعلا كان بيلعب على العامل النفسي وجاب نتيجه ايجابيه. اوباما لما جه هنا برضو القى محاضره في جامعه القاهره، بعديها عامل نفسي كله رفع صوره اوباما، هو ده الرئيس. فالشعب مفتقد العامل النفسي، مفتقد ان حاسس ان في حد بيشجعه، حد وراه، دوله بترعاه، دوله حاسه بمجهوده. لان احنا عندنا هنا ان مشكله ان الشخص مناسب موجود في مكان غير مناسب والعكس. فكل ده بيبقى فيه خلق فجوه ما بين الحكومه والشعب، ونسي ان الحكومه دي من الشعب. يعني احنا ما فيش تضارب ما بيننا او طار ما بيننا، لا، اللي هيعود ليك هيعود عليا. لما انت بتخرب هتخرب على الكل، لما انت بتعمل ايجابي هيبقى ايجابي على الكل. فالنقط دي كلها مهمه جدا. احنا كلنا احسن، احنا ما عندناش فلوس، لا انا مش عايزه فلوس، انا ممكن الدوله دي تقوم بالعمل النفسي، وانا على قد كلمتي وبمجهودنا احنا بعمل نفسي مجهود بالظبط. هنقوم يعني للاسف وقتنا خلص، ولكن كلام مهم جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوف المصريين
عندهم ايمان بان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، لان الطريق مش سهل. احنا فعلا بنقابلنا تحديات كبيره جدا سياسيه واقتصاديه، وناس بتحاربنا كتير، فبس يبقى عندنا ايمان ان احنا نشتغل اكتر، وان احنا ان شاء الله هنوصل. احنا مستعدين للمعركه عادي. المهم الدكتوره ايات حسين الحداد استاذ القانون الجنائي والحاصله على الدكتوراه في الحقوق الجنائيه للمصريين في الخارج، شرفتينا النهارده. ميرسي يا حضرتك. ميرسي. هروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقرات مصر جميله.